خويا بالنسبه لك البلان ديال خديجه بان تعرضت للاغتصاب والوشام وتعدوا عليها هكاك شهرين وبحال هكاك فهمتيني، كيبان ليا فهمتيني داك الشيء غير شي بلان عنده حساب مع شي واحد بغات تنتقم منه بهذه الطريقه هذه. حيت الوشام اول حاجه الوشام راه اي واحد واشب وغتسولو غيقول لك الوشام اصلا شهرين وثلاث شهور باقي خضر كيكون باقي حمر فهمتيني، هذاك الوشام اصلا اللي في ظهرها وفي عنقها في رجليها في يديها هذاك قديم، ولا انتبهتوا اللي يديها غتلقاو فيها اصلا في الوشام ضرابي قدام فهمتيني، ضرابي تا هما عندهم قدام. كيفاش شهرين هما شادينك 15 يوم وانت فهمتيني شهرين انت قلتي شهرين ياك وشهرين ذاك الوشام اول حاجه بعدا عنده عام بعدا ولا عنده عامين و15 واحد مدورك شوف كنار ملك وكنشوف بان دابا الناس اكثرين كلنا خديجه كلنا خديجه تما دوك الناس اليهود اللي بغى يتعاطف يتعاطف فهمتيني من القلب ديالو خاصو يعرف بعدا شنو هو الفيلم. دابا اكثرين دابا ديال الناس ماشي كلشي اكثرين دابا الناس كاين اللي ما عارفش البلان كيقول بان خديجه مظلومه اما بان ظالمه دوك الناس وهي مظلومه فهمتيني، لا حنا خاصنا فهمتيني نبحثوا لو شام اول حاجه بعدا دابا هي غير باش بينات الناس كاملين بان غير بلان عندها دابا هي عندها شي حساب مع شي واحد من دوك الناس بغات دلي بحال هكا فهمتيني. حيت الوشام اوبليجي عنده عامين ثلاث سنين اومو انا كاع واشم في يديا ها هي كيف ما كتشوفوا عندي وشمه قديمه فهمتيني، الوشمه ملي كتكون عندها شهرين ثلاث شهور كتكون اصلا باقي حمراء. هذاك السيده الله يهديها فهمتيني حنا ما نشفوا فيها ما والو، هي اصلا منحرفه خارج هذا الطريق باش نكونوا باش نوب بصراحه وما غنشفوش فيها حيت اي واحد فهمتيني مبلي ولا شي حاجه الله يعفو عليه، غير ذاك الكنار اللي دات الخوتنا حشومه عليهم وكيف ما كنشوف الناس والديهم كاين اللي ما ناعسينش كاين اللي ما واكلينش فهمتيني وكاين اللي خدامين على والديهم باش ترزيهم حشومه، وحنا دابا حنا عندنا المجتمع ما كيرحمش وكيف ما دخلت كيف ما شفنا هاد القضيه كبرات فيما كندخل المواقع الاجتماعيه الفيسبوك نلقى كلنا خديجه، تا واش دوك الناس كيفاش؟ حنا كلنا رجال وكلنا هذيك الهضره خاوي انا ما غنجي منهم ما غنجي من هي، غير هاد الضجه اللي لقات كبيره راه باينه قلت لك كنار ملك والله يهديك اختي خديجه ولا ما عرفتش سميتك، هذوك الناس عندهم والديهم كل خدام على عائلته وكنتمنى من الناس مابقاوش يحكموا على عباد الله غير يسمعوا في شي واحد كينوض كيلوح شي فيديو كيبدا يبكي كيبدا يدمع كنتعاطفوا معاه، بالعكس خاصنا ذاك السيد نعرفوا الفيلم شنو هو كاين لوجيست شنو هو كاين عا باش نحكموا، وكنتمنى الدرجه هذه تسالي دغيا حيت ذاك فهمتيني ما بلان ما والو خوتي والله ما بلان ما والو شكرا.